تأخير تأشيرة لم شمل العائلات يعمق معاناة المغاربة المقيمين بإيطاليا. إليكم التفاصيل. في السنوات الأخيرة تعيش والعديد من العائلات المغربية المقيمة في إيطاليا أزمة خانقة نتيجة التأخر الطويل في مواعيد الحصول على تأشيرة لم شمل العائلات. ووفق تقارير إعلامية، فالمعلومات والواردة من بعض المتضررين تشير إلى أن العائلات تنتظر مواعيدها لفترات تتراوح بين 9 أشهر وأكثر من 2 سنين، ما يفاقم معاناتهم على عدة مستويات. حالة من عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي يعانيها أفراد هذه العائلات بسبب الفراق والشتات، ومنهم من يعاني أمراضاً مثل السرطان وفق ما ذكره موقع أوغ دي جورنال، ما دفع المتضررين للتواصل مع الجهات المسؤولة لحل أزمتهم، لكن دون أي استجابة فورية. وفي سابقة حكمت محكمة روما لصالح شاب مغربي يريد لم الشمل مع والدته، وفرضت على القنصلية الإيطالية بالدار البيضاء أن لا تتجاوز 10 أيام لتقديم الموعد للشاب حسب موقع ميلتينج بوت أوروبا. المتضررون من مغاربة إيطاليا يطالبون بتدخل الجهات المعنية لتسهيل إجراءات لم الشمل العائلي لتخفيف معاناة العائلات وضمان احترام حقوقهم الأساسية.